ليال سعد وضيفة الصحافي فارس خشان للوقوف على معلومات أوفى عن مؤتمر الدولة الداعم للبنان، وأيضا بدنا نسأله عن رده وتضحية وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في سبيل يعني تفادي الانهيار. رح اترك الهوى لك لتبلشي ليال، وبنرجع بنفوت معك بالمشاركة، تفضلي. نعم، مساء الخير داليا إليك، مساء الخير حليمة، وطبعا للمشاهدين. رح ندخل دغري بصلب هذه المقابلة مع المحلل السياسي والصحافي فارس خشان. مساء الخير أستاذ فارس. اليوم خلينا نبلش من الحدث بفرنسا قبل ما ننتقل، خلينا نقول الأحداث ببيروت. أقيم مؤتمر دعم للبنان، هذا المؤتمر الذي طبعا لم ينتج عنه أي دعم مادي وهو كان شبه متوقع. بدي أسأل السؤال اللي كان لافت أو العنوان العريض، السعودية تم دعوتها ولم تلبي هذه الدعوة، لماذا برأيك؟ يعني أنا معلوماتي أن السعودية كانت مشاركة بالمشاورات التمهيدية، بالمشاورات التمهيدية كانت عم بتشجع جدا لحصول المؤتمر على هذا الشكل، لأنه كانت بتعتقد أنه إبقاء الملف بيد الثلاثي الترويكا أمريكا بريطانيا وفرنسا سيعتبر في لبنان وسيفسر في عدة مناطق معنية بلبنان على قاعدة نوع من الوصاية الغربية على لبنان، وكانت من المشجعين لانعقاد المجموعة مجموعة الدولية لدعم لبنان. إذن لماذا لم تحضر؟ الحقيقة هي مفاجأة مستمرة. يعني أنا سألت أكثر من مصدر عربي وفرنسي وخلافه، ما حدا تقريبا عنده جواب كامل لماذا لم تحضر. ولكن إذا بدك الفرنسيين ما عندهم بخلاصة النقاش، أنا توصلت لعدة استنتاجات. يعني واحد من الاستنتاجات أنه نهار الجمعة الماضي وزع مسودة البيان اللي طلعت بختام المؤتمر، يعني وصلت لأصحاب القرار. بعتقد لأنه مسودة البيان واضحة أو البيان واضح والقد صريح ومباشر، بعتقد نأت السعودية بنفسها عن حضور الاجتماع لسبب كتير بسيط، هي حتى ما تقول أنه والله المملكة العربية السعودية هي التي تدخلت وأملت هذه المواضيع في البيان، وبالتالي تعمل إثارة إذا بدك إيرانية في وجه الاتهام بسعودة المجموعة. نعم، قبل ما نفوت بالشق الإقليمي إذا بدك، أنا نعم. هو السؤال اللي عم تقول أنه تما يقولوا أنه السعودية تدخلت، في جوابتين. نعم، بس هل فيه إيدين البيان؟ البيان هو بيشبه نعم. مطالب الناس بالشارع، وبيشبه مطالب أخرى. يعني كل العالم عم بتشدد على البند 3 4 5 6، بس في بند رقم 2 بند أساسي اللي هو بيحكي فيه عن إجراءات حقيقية لنقي لبنان بنفسه عن أزمات ومشاكل المنطقة. هذا موضوع متقدم في البيان على أي شيء آخر. حكومة فعالة ذات مصداقية بتنجز إصلاحات اقتصادية حقيقية وتجنب لبنان كل أنواع وتنأى بلبنان عن المشاكل. ما أنا سألت عنه إذا موضوع إنشائي. لا، في فرق كبير بين مجتمع دولي مع حاله عم بيطلب منك هذا، روسيا موافقة، الصين موافقة، وكل العالم موافقة، وفي فرق ما أنت تحطيه ببيان إنشائي مدركة أنت أنه هذا بيتنفذ أو متنفذ. ولكن هذه مقدمة لخارطة الطريق اللي بدها تؤدي لمساعدة لبنان وتسهيل أموال مؤتمر صادر. وبالتالي أنا واعتقادي الثالث أنه في جامعة الدول العربية كانت حاملة معها مطلب مالي. يعني صحيح. السفير زكي طلب 5 مليار دولار مساعدة عاجلة للبنان تودع بمصرف لبنان. إنما لم يرد عليه أحد.
انه لو كانت المملكة العربية السعودية، لانه سبق للسلطات الفرنسية انه فتحت المملكة العربية السعودية بموضوع مساعدة عاجلة للبنان من خلال وديعة توضع بمصرف لبنان، المملكة العربية السعودية لأسباب لها علاقة بمن يتخذ القرار في لبنان بيشبه النائب النفس عن مشاكل وأزمات المنطقة، قالت عندما يعود لبنان إلى لبنانيته نحن أول ناس مستعدين تنساعد لبنان. يعود لبنان إلى لبنانيته بتعني في، عم بحكيك بالعقل السعودي مش بعقل فارس خشان، يعني ما يعني أنا ما ضروري أتشارع. لا أنا السؤال لا مش شريعة، هو طبعا للتوضيح السؤال أنه بس السعودية تكون عم تحكي من هذا المنطلق أنه بترفض وضع وديعة، ما الأمر الذي يختلف إن كان وديعة بمصرف لبنان أو الأموال اللي بقى تجي من سبر، طالما في شريحة تعتبر أنه القرار بلبنان هو فقط عند حزب الله؟ وهيدا هو أهمية البيان، هيدا هو أهمية البيان، أهمية البيان أنه في سلسلة إجراءات بتتخذها الحكومة الجديدة بيناتها تثبيت بالأدلة الحقيقية وبالواقع الميداني أنه لبنان نقى بنفسه. أوكي، المواضيع الثانية مواضيع إصلاحية، أما الوديعة العاجلة، أما الوديعة العاجلة فهي غير مرتبطة بولا خارطة الطريق، لأنه عم في لأنه في بالعقل إنه إنقاذ لبنان سريعا يتطلب ودائع عاجلة توضع بمصرف لبنان. خلينا أسألك سؤال، عم نحكي كل الوقت قلنا يعني من أول ما بلشت المقابلة عن السعودية، ولكن فعليا قرار النائب النفس هل هو قرار سعودي أكثر مما هو قرار أمريكي؟ للحقيقة حسب مجريات يعني عم تنقى السعودية بنفسها تما تقول إنه هيدا البيان يشارك تفسير، هيدا هيدا تأويل طبعا واضح، ما عندي معلومة، ما عندي فعلا، ما في معلومات، ما حدا جاوب، ما حدا جاوب على السؤال من هيدا المنطلق. أنا من منطلق المقابلة عم بسألك إنه هل السعودية رح ترفض المشاركة تما تقول إنه هي شاركت بهذا البيان، والولايات الأمريكية رح توافق؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية أنت معك خبر إنه ما كانت محمسة أبداً على 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 انعقاد المجموعة، صحيح، ولكن مسايرة لفرنسا بين مزدوجين، أوكي، على اعتبار إنه فرنسا هي الأقرب إلى لبنان وإلى ما هنالك، حضرت الولايات المتحدة. بس الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر إنه لبنان عنده ما يكفي من المعطيات انه يعرف شو هو اللي لازم يعمله بخدمة شعبه، بخدمة قراراته، بخدمة ذاته، من اجل تسهيل اموال سادر انه عنده. ولكن الفرنسيين عندهم وجهة نظر اخرى، كانت انه بمعنى ارسال رسالة موحدة من المجتمع الدولي الى جميع اللبنانيين، بمعنى انه بدهم يقولوا انه روسيا والصين هي ايضا موافقة على خارطة الطريق، وبالتالي ما حدا يخلق تمايز بالمجتمع الدولي بين فريقين، وبالتالي انت فيك تعمل حكومة بالشكل اللي بدك اياه وتاخذ اجراءات بالشكل اللي بدك اياه على قاعدة انه عندك مخارج هي روسيا والصين. مش مزبوط، روسيا والصين بالمعنى اللبناني حسب الفرنسيين وحسب نحن بلبنان اصلا تماما ما هو هيدي اهميتها، انه لا بفكروا بالمعطى اللبناني مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. ورسالة اخرى كمان بدها تنعطى، انه مش كل واحد مش كل صندوق مش كل سفير بروح بيحكي كلام دبلوماسي يفسر على قاعدة انه عمول الحكومة اللي بدك ايه المساعدات جاية، لانه صار فيه بلبنان محاولة تأويل الإرادة الدولية بما يخدم مصالحك. يعني هذا الطرف كان يقول انه لا بدهم يعطونا حيالله حكومة بتتشكل عندها شوية مجتمع مدني، وغيره يقول يا عمي مش مزبوط، وغيره يقول معلي حتى لو ما عطونا منروح عند الصيني وعند الروسي. إذن اليوم لأول مرة أرسلت رسالة واضحة موحدة للمجتمع السياسي اللبناني على قاعدة أنه إذا بدك تعمل إنقاذ لبلادك هذه خارطة الطريق. تعالي، وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بيقول بالبيان الختامي أنه آن الأوان لكي يضع المسؤولون اللبنانيون مصلحة وطنهم قبل مصالحهم الشخصية. مش عيب الحقيقة، مش عيب بسألون إلو. لا مش عيب، إيه أنا عم بسألون هنون، مش عيب عليكم، لك مش عيب عليكم، من هو وزير خارجية فرنسا؟ أوكي، حتى يطلع يعصكم بواجباتكم تجاه شعوبكم تجاه شعب، من هو؟ كيف انتو بتقبلوا، كيف بتقبلوا اجتماع دولي طويل عريض يقعد ساعات وساعات يناقش ملف الكهرباء على قاعدة نحن مش داخل الوفد هذا الكلافة يعني. اول شيء، اول شقفة
إنه نشروا عرضنا بقصورنا الفكري وبقصورنا العقلي وبقصورنا التقني وبقصورنا النزيهي. إنه شو بدها لجان الناظمة، الهيئات الناظمة، الهيئات الناظمة اللي ما بتكون شكلوها تتخلوا احتكار إدارة الملف عندكم. ليه بدك تحتكر الملف؟ لا، مش باسم السرعة ولا باسم الشفافية، بدك تحتكر الملف بعقل كل العالم مش بعقل اللبنانيين بس، بتخبي وراها أكبر صفقة فساد. مش عيب عليكم، مش عيب عليكم تخلوا العالم تعلمكم كيف بتكونوا منيح مع شعبكم، والله عيب عليكم. يعني بلشنا نستحي نقول نحن لبنانيين نحن وبرا، خجلونا، قرفونا، خلونا عشوائي، رح نقول لهم يا خيي نحن بالصدفه لبنانيه ما اصلا نكون لبنانيه. عيب عليكم للاسف طبعا، يعني عيب عليكم. هلا هيدي كله حق الطبقه السياسيه طبعاً، بس طبعاً. بتعرفي بالموازاه كتر خير ثورة 17 تشرين، هلا رفعت لنا راسنا. قبل ما نروح على الثورة، بدي أسألك سؤال محدد. مبارح كمان كان لافت بالكلام أو بالحديث، وتحديدا رح أرجع أذكر أنه وزير الخارجية لما يمثله، وطبعا لإدارة رئيس الرئيس مع الأمم المتحدة للمتحدة. طبعا فالنقطة أنه عم بيقول مبارح انه نحن ما بدنا، او انه طبعا نترك للبنانيه حريه تسميه رئيس الحكومه اللي بيلاقوه مناسب، بس نحن ما بقى بدنا بهذا المعنى رئيس حكومه بيوعد باصلاحات وما بيقدر ينفذ. هلا المره الاولى عم بيقولوا الفرنسيين والمجتمع الدولي انه نحن لا نريد سعد الحريري، لانه طبعا مين الرئيس الحكومه اللي وعد وما قدر ينفذ؟ كان سعد الحريري وقت اجى. الفرنسيين الحقيقه صاروا اسابيع بيقولوا نحن ما عدنا متعلقين بسعد الحريري. هلا ما بقولوا احنا ما بدنا سعد الحريري، نحن بدنا سعد الحريري اذا كان سعد الحريري محاط بقدره تنفيذيه لوعوده. يعني بدك يكون عندك حكومه فاعله وذات مصداقيه، يعني تقدر انت تجي لعندي تقول لي بدي اعمل هيك بهيدي التواريخ، تقدر تروح تنفذها. وبالتالي هني ما بقى فعلا انت عم تطلع بانقاذ البلد، فعلا ما حدا عم يتطلع لا بشخص رئيس الحكومه ولا بغير شخص رئيس الحكومه، عم يتطلعوا بحكومه قادره انه تنجز وعودها. كل الوقت بنجي بنقول لهم عون موافق على هيك، وجبران بسيل موافق على هيك، حزب الله موافق على هيك، امل موافق على هيك، منروح على التنفيذ، منروح على التنفيذ ما حدا موافق على شيء. قبل تنبلش شوي نختصر لانه بطل عنا كثير وقت. اليوم في كلام انه ثمت في، يعني مع انه عم يرفضوا الفرنسيين او المجتمع الدولي الدخول بلعبه الاسماء بين مزدوجين، ثمت كلام انه في فيتو فرنسي تحديدا على الوزير جبران باسيل. شو معلوماتك بهذا الموضوع؟ انا معلوماتي انه ملف الكهرباء بحد ذاته عامل قلق للفرنسيين، مش عامل قلق، عامل قلق للمجتمع الدولي. انه المجتمع الدولي مش قادر يفهم، مثلنا نحن مش قادرين نفهم، مثل كل تقني مش قادر يفهم، مثل كل حدا مش قادر يفهم كيف يعني انت صارك مستلم ملف الكهرباء 12 سنة بالواسطة، يعني عبر وزراء دولة يمثلوا لانه انت صاحب القرار، او بالمباشر 12 سنة نحن قاعدين ما قادرين نحل، مش ما قادرين نحل مشكلة الكهرباء، لك ما قادرين نعين هيئة ناظمة. طب يعني في فيتو عليه او لا؟ مش في فيتو عليه، في عدم ثقة به. يعني وانا بعتقد اذا انا كنت جبران باسيل وعم بقرا البيان تبع المجموعة الدولية لدعم لبنان، انا ما بعمل هالمؤتمر الصحفي هذا. بدي تعليق منك على سريع على المؤتمر الصحفي. اولا هيدا بيجي فعلا غدات إدانة دولية بإدارة ملف الكهرباء وإثبات عجزه. الهروب إلى الأمام إذا بياخد بيان الأخير، هل يتحمل وحيدا المسؤولية؟ بملف الكهرباء نعم بيتحمل وحيدا المسؤولية بسبب أنه هو ما بده الهيئة الناظمة. يشرح لنا مين معه ما بده الهيئة الناظمة، يشرح لنا ليش عم بتكبدوا البلد هالقد مصاري بالوقت المعالجات الأخرى متوافرة، علما أنه بنحو سنة ما بدكم المجتمع الدولي يحط عينه على ملف الكهرباء. ليش كله عندكم؟ وعندكم مع عجز، مش عندكم مع فعالية. لو أثبتوا فعاليتهم وعملوا وشالوا الزير من البير، منقول يا خي هذا المجتمع الدولي شو بفهموا قدام جبران بصير، عرفت كيف؟ ولكن مش هيك. اذا هيدي واحد. اثنين، شغله ثانيه، اريد بالبيان يعني شيلي سياسه ال 30 سنه يعني من السياسات كانه اخذ بيان سعد الحريري
اللي عمله تقريبا لما قال انا ما بدي اعود رئيس حكومه اخذه صار هو. يعني كنا برئيس سعد الحريري بده حكومه اختصاصيين، صرنا بجبران باسيل بده حكومه اختصاصيين. يلا عالم بقربوا على مطالب الشعب. لا انا برايي ما عم بقربوا على مطالب الشعب، انا برايي كل ما حدا يقرب خطوه لقدام في واحد بيرجع خطوه لورا. انا برايي بعدهم عم بيلعبوا ذات السياسه. انا وياكي لو قد ما كنا مختلفين بالسياسه وقد ما كنا مختلفين بالدين وبالعقيده وبالتوجه والى ما هنالك، بس انا وياكي بنتخانق كرمالهم، بس انا وياكي بنتنفس الهواء الهواء اللي ما بيسوى، انا وياكي بنشرب الماء اللي ما بيسوى، انا وياكي اللي بنقعد بلا كهرباء، انا وياكي اللي بنقعد بالطرقات اللي عم تغرق، انا وياكي اللي بتحترق حراشنا. بدي جواب. هم بيلعبوا بالسياسه وانا وياكي بدفع الثمن حتى لو كنا مختلفين بالسياسه. بدي جواب بايه او لا، بس رايك فارس خشان يوم الاثنين في استشارات نيابيه وتسميه رئيس حكومه ايه او لا؟ والله ما بعرف. بهيدا البلد اوعى تقولي شو بصير بعد 48 ساعه. لانه هلا بننام هلا بيلقني شو الضغط على حزب الله، شو الضغط على حركه امل، كيف بتقلب المعطيات، كيف هل سعد الحريري فعلا بده حكومه تكنو سياسيه وقابل يترأسها، هل انقلب او ما انقلب. لعبه عم اقول لك، هن بيناوروا بيسلونا بمناوراتهم ونحن بنتسلى بمناوراتهم وناسين انه نحن اللي عم نحترق، وناسين انه نحن عم نغرق، ناسين انه نحن مصرياتنا اللي عم تنسرق، ناسين انه نحن اشغالنا اللي عم بتروح. هن بيتسلوا بيناوروا ونحن بننهار. اوكي، مشان هيك ما بقى كثير لازم بقى نعطيهم اهميه. هول ناس اذا ما بصيروا مسؤولين ما بقى نستحي فيهم على المنابر الدوليه بنرجع بنحكي عنهم. حتى تلك الساعه هول ناس ما بيستحقوا حتى ذكرهم بكرامه. شكرا لك.